من هذه الندوة الصحفية أولا هذه واحد العملية تواصلية جد مهمة، وكنشكركم على هذا الحضور المكثف اللي من خلالكم غنوصلوا هذا الميساج أولا للطلبة والأسر، لأن اليوم احنا مقبلين على اجتياز امتحانات وبغينا كنراهنوا باش الامتحانات يكونوا في أحسن الظروف. اليوم هاد نقاط الخلاف اللي كانوا بيناتنا الحمد لله تجاوزت، تم التجاوز ديالها، لان الحكومه استجبت لجل النقاط اللي كانت متضمنه في الملف المطلبي. واحد العدد ديال اللقاءات تمات النقاش، كنا كنراهنوا ايضا باش نوقعوا واحد الالتزام مشترك اللي صغناه مع الطلبه، ولكن تخلاو على هذا الالتزام، واليوم بقينا غير شادين في ذاك النقط اللي تم الوفاء ليهم وما تقدمناش. لهذا كان هذوك النقط الخلافيه ديال الاقامه، مباراه الاقامه وديال السنه السادسه ديال طب الاسنان، انا بالنسبه لي ما عندها حتى شي طابع اني، لان ما غادي يتم التفعيل ديالها من دابا سنتين. لا دونك ما كان اللي كنتسائل هو شنو هو الظرفيه ديالها، علاش مطروحه في هذه الظرفيه هذه. اللي كنطلبوه هي هاد الطلبه يلتحقوا الامتحانات ديالهم، يمكننا نناقشوا ونشوفوا الظروف ديال هذه الامتحانات ونزيدوا نطوروها، ولكن هذا الحوار غيبقى مستمر من دابا عام حتى هذاك المقترح اللي قدمت الحكومه تزيد تجودوا وترضي هاد الطلبه. لهذا ما نبقاوش محجرين، والسؤال اللي مطروح اليوم واش الطلبه اليوم باغين الحل او لا، لان بناء الحل يقتضي باش يكون واحد المخاطب اللي كياخذ واحد القرار. اليوم حنايا في واحد الوضعيه اللي ما عندناش مخاطب مباشر، لان كيجيو كيجلسوا معنا وما عندهمش السلطه ديال المصادقه والتقريريه. لهذا خص لابد باش نتجاوزوا هذه المحطه هذه. واليوم الحمد لله كاين واحد العدد ديال الوساطات اللي قدموا الخدمه ديالهم. الاخيره غدا ان شاء الله البرلمانيين، كان المرصد الوطني للتربيه والتكوين اللي كنشكروا على المبادره ديالو اللي قام بها وحاول يقرب لهذا. البارح كانت النقابه الوطنيه للتعليم العالي والجمعيه ديال الاساتذه الاطباء ديال كليات الطب ايضا، ولن يتم الاتفاق معهم، وغدا ان شاء الله الفرق البرلمانيه اللي غادي نقدموا لها هذا العرض وغادي نخليها هي تقدر الوضعيه، واش استجبنا او لا ما استجبناش، واش التزمنا او ما التزمناش. لهذا كنطلبوا باش هاد الطلبه يتحلوا بروح الوطنيه والمسؤوليه ويجيو يدوزوا الامتحانات ديالهم، والحوار مفتوح الى اخر دقيقه وما عندنا حتى شي مشكل مع اي ملف. حنا ما سقفناش هذا الملف المطلبي، خليناه مفتوح وناقشنا جميع النقاط. اليوم بالنسبه للساده السادسه ديال طب الاسنان عندنا مقترح، عندنا كاين مضمون بيداغوجي مهم، وهذه السنه راهو ما عارفينها ومقتنعين بها بان هذه لابد منها باش يكتسبوا واحد الكفايات والمهارات المهنيه اللي قبل ما كانتش عندهم في النظام القديم.